صلى على النبي. بأقل مجهود المنتخب المغربي بيعمل نتيجة كبيرة جدا أمام وسط أفريقيا. منتخب المغربي أسود الأطلس النهاردة داخلين أكنهم داخلين تمرين، بيستعدوا لأمم أفريقيا القادمة وكأس العالم اللي جاي إن شاء الله من خلال تصفيات أمم أفريقيا ومن خلال تصفيات كأس العالم. التصفيات دي بالنسبة للمنتخب المغربي في الفترة الحالية عشان تكون واضح معايا هي ما بمثابة تجربة واختبار وتأقلم، وأنا أستفيد إن الفريق شكله والجمل هتبقى عاملة إزاي. وليد الركراكي كل مباراة عن مباراة عنده مجموعة لعيبة، عنده دوافع كتيرة جدا إن هو يختبر اللعيبة ويدي مساحات وفرص لنجوم كتير جدا عند المغرب في الاحتراف إن هو يشوفهم ويظهرهم زي ما شفنا النهاردة. تعال نتكلم على الأهداف والروعة اللي حصلت النهاردة. الجمل التكتيكية، الهدف الأولاني اللي سجله عبد الصمد الزلزولي، أشرف حكيمي عرضية، أيوب الكعبي بيستلمها لسفيان رحيمي، سفيان رحيمي بيجرب على المرمى فبيتصدى ليها فبترد لعبد الصمد الزلزولي فبيدخلها جول. الأربع أهداف ولا الخمس أهداف، الأربع أهداف خلينا من الأول، الأهداف اللي دخلت في الشوط الأولاني كلها أروع من بعض. يعني لما تيجي تتكلم على هدف عبد الصمد الزلزولي في الدقيقة 18 هدف رائع ومميز جدا، وانت بتتفرج كده جملة معمولة كويس جدا. الجملة الثانية ولا الهدف الثاني عز الدين أناهي، ده هو بيلعب خط وسط بيميل ناحية اليمين، لقيته انا جاي من ناحية الشمال، من ناحية الجناح الشمال. التغير والتمركز وان انت بتعمل جملة ما بتكونش مثبت اللعيبة فيها، ده بينجح فيها وليد الركراكي. اذا انت عندك منتخب بيبني نفسه لتحقيق انجازات كبرى وهو المنتخب المغربي. اسود الاطلس مش داخلين يهزروا، مع ان انا في البطولات الافريقيه مستني منهم اكتر من كده واجمل من كده واقوى من كده. تعال نخش للهدف الثالث، اشرف حكيمي. اشرف حكيمي كره روعه، بص الاستلام والوان تو بيتعمل ازاي. اناهي جاب الجون الرابع، الجون الرابع يعني الكورتين، يعني كره من خارج المنطقه تصويبه في الزاويه البعيده اللي هو الهدف الثاني اللي في المقص اللي احنا كنا بنتفرج اللمسه السحريه. الهدف الثاني هو جوه المنطقه بيركنها او بيحطها في سقف المرمى بزاويه شويه اللي هي فيها سحر ومتعه، اللي بيقول لك اناهي ده لاعب خطير، لاعب بسم الله ما شاء الله عليه. الهدف ده الثالث، الثاني والرابع. احنا كده نخش بقى على الشوط الثاني. الشوط الثاني طبعا عمنا وليد الركراكي استكفى، الموضوع بالنسبه له ان انا عاوز احافظ في تدخلات عنيفه، في اصطدام حصل في الشوط الاولاني ما بين ياسين بونو ومهاجم افريقيا الوسطى، فده كان ممكن يعني او وسط افريقيا يعني كان ممكن يعمل ياثر، فلا ياسين بونو عمده، وحتى حارس المرمى اللي نزل مكان ياسين بونو ادى اداء ممتاز، طلع كورتين او ثلاثه بمنتهى الروعه. انا حاسس كده انه وليد الركراكي في الشوط الثاني كان بيختبر خط دفاعه، التغييرات اللي عملها والمساحات اللي فتحها بيختبر حارس مرمى المنتخب المغربي الثاني وبيختبر خط دفاعه، ده اكتر من كده. يعني سجل هدف خامس من ضربه جزاء، حتى اللاعب اللي كسر وعمل تسبب في ضربه الجزاء لما خد كارت بيقول له يعني كفايه للحكم، يعني انت هتديني يعني حساب ضربه جزاء و5-0 وهتديني كارت برضو، يعني ده يعني الاشاره اللي هو شاورها بايديه. نتيجة طيبة جدا للمنتخب المغربي، المنتخب المغربي احنا بننتظر منه الكثير، مستنيين منه بطولة، بيلعب كورة بشكل جماعي بشكل موفق. ألف مبروك للمنتخب المغربي وأسود الأطلس، مباراة جميلة، نتيجة كبيرة جدا، رغم إن أنا شايف إن المنتخب أو أسود الأطلس واخدين الموضوع كتدريب. السلام عليكم.